صباح العنبر يا استاذه فاتن. صباح الخير استاذه سلمى. استاذه فاتن انت بطله، اوعي تيأسي او تحزني. الله يكتر خيرك، متشكره جدا. عن اذنك اتفضل اتفضل. وشكلهم ايه المليون جنيه دول؟ انا مذهوله. ده انا اللي مذهوله، امال انا لو شفتهم هيجرالي ايه؟ طب بقول لك ايه، عايزين نمشي بدري. نقول لشكيب؟ نقول له ليه يعني؟ احنا نقول لاغنى حد نعرفه. شفيع؟ شفيع ورجاء. عشان يشغلوا لنا الفلوس مثلا؟ انت عارفه المليون جنيه دول يجيبوا كام كلب؟ هي تهمه ولغز. طيب يكونش الواد الطالق سيف هو اللي جاب الشنطه دي؟ دي طيبه قوي. سيف لو معاه الفلوس دي مش هيسيبها، هيروح بيها الحمام والجيم والمصنع وكل حته. استني. رجاء جابت العيال من المدرسة، والله العظيم كتر خيرها. هي رجاء دي ظهرت في حياتنا فجأة كده من غير مناسبة. الحمد لله على السلامة. أهلاً. أمال رجاء ما جاتش معاكوا ليه؟ عشان بقى أنجل شفيع. يا راجل. أنا جاية أتفرج على المليون جنيه شكلهم إيه؟ مين قال إن هما مليون جنيه؟ أمال هما كام؟ مليون و300 ألف، أنا عديتهم. بسم الله ما شاء الله، كلية تجارة قسم محاسبة.